وتوا فما إضافة من عند السيدة. فقط حبيت تعقيب على كلام سي بشير بوراوي، دونك راهو فيما يتعلق بالديمقراطية التشاركية. صحيح كما تمت الإشارة راهي الديمقراطية التشاركية حديثة، حديثة مش كان في تونس كما تمت الإشارة تم تكريسها صوب دستور 27 في 2014، وإنما حتى على المستوى الغربي نوعا ما نعرفوا أن المثال الأمم المتحدة في 2002 هو اللي كرس الديمقراطية التشاركية. دونك المسألة هذه ما زالت نسبيا حديثة، وعلاش حتى في الأبحاث نتاعنا يعني تمشي يعني نمشي على الميدان البلديات المنوعين بصراحة نلاحظ فما تخوف كبير من السلطة المحلية من تكريس الديمقراطية التشاركية. هو في المخ في لابريسيون نتاعو شنو يقول لك؟ يقول لك هذوما احنا توا منتخبين اون برانسيب اون ديتيان لو بوفوار، شنو دخل المواطنين مازالوا معانا باش يدخلوا وياخذوا القرار، لازمني نعطيهم المعلومة يا سي سويت. ملاحظة هنا بربي بربي ما فماش تخوف من ما يسمى بالديمقراطية التشاركية. فوالا ما فماش لا على خاطر انا ما في البحث بتاعي في التاريخ ولا قبل في الميموار، كي نمشي حتى حاجتي معناها بدوكيمون سامبل دوكيمون محضر جلسة ولا ما نعرفش ما نجموش ارجع غدوة يتهرب ما يعطيكش الانفورماسيون، هو في ظهره يتخوف من الكتاب المعلومات هذه. ما تخافوش هذايا حق حطهولك القانون. دونك فما المنتخبين عندهم القوة نتاعهم وعندهم قيمتهم وعندهم البوفوار، وزاد المواطنين عندهم حق باش ياخذوا المعلومة، وعلى ضوء المعلومة هذه فرصوا لي جميل دونك باش يدخلوا ويقدموا اقتراحات ويقدموا ضغوطات. حاجة أخرى، الديمقراطية التشاركية راهي عندها برشا إيجابيات. إذا كان أنت المواطن على المستوى المحلي باش تسمعوا المعلومة وتنشروا المعلومة وتستشيروا وتطلب منه اقتراحاته، دونك وتدخلوا في البروسيسوس نتاع الديسيزيون كله، سافا فاسيليتي من بعد لابليكاسيون اي لاكسبتاسيون نتاع الديسيزيون. إذا كان أنت باش تشاركوا في اتخاذ القرار بطبيعة الحال باش يقبل هو القرار، إذا كان أنت باش تاخذ قرار باش يعتبروا قرار فوقي يعني فرضتوا عليه البلدية ولا الولاية فرضا، دونك ما باش يقبلوا. وسيرتو توا نحن يعني بعد الثورة الناس الكل تتكلم عن الحقوق نتاعها، أقل حاجة توجد قفلك أمام البلدية ولا الولاية وعمل لك إضراب ورفض القرار هذا. دونك أما خير أنت بطريقة وقائية منذ البداية تشاركوا في اتخاذ القرار وتتجنب هالمشاكل هذه الكل، وإلا تطيحوا فيما بعد في عدم قبول اتخاذ القرارات البلدية صار ولا حتى القرارات نتاع La physionomie de la démocratie tachéroquie est à deux chemins. Le chemin d'un, c'est une seule chose. Une seule chose pour faire un RFN à titre sorti à l'accès si c'est Khadra, une économie verte. Donc, à faire le commentaire, moi je suis une paye, j'ai une partie de la budget, le slam, etc. Là, la démocratie tachéroquie est très chouette. Lekin, mais oui, j'ai assez de scénario. باش نتفاداو السيناريو الاولى نقعدو في عمليه متواصله، ما نخليش هو بيه يفلت بيا، ما نخليهش يفلت بيا، ما نخليهش يبعث لبعيد، ديما نقعد معاه، مي كيما قلنا ما يوالاهنس لا ماليز دو بروبلي جوسكا ليفاليسيون، اي سي ان سيكل كيما لي تروك امريكي، فوالا. تصديقا للكلام واللي كلامه هو، دونك هذا يدل على شيء الديمقراطيه التشاركيه تثير جدل كبير برشا، ودونك ليس لا سوجي ان تيم داكتواليتي، راهو المساله هذه تتطلب دونك تقنين واطار قانوني محدد باش تعرف السلطه المحليه حضورها وتعرف الواجبات نتاعها في اعلام المواطنين، ومن ناحيه اخرى زاد المواطنين يعرفوا الحقوق نتاعهم ويعرفوا الواجبات نتاعهم. في نطاق الديمقراطية التشاركية يحب الناس الكل تشارك، تما تكون عندهم تدخلات، عندنا تما قبل البوسكافيه باش نعلم الناس الكل فما تدخلات طلبوها الناس فيما يخص المحاضرات اللي تقدمت اليوم الصباح. عندنا هيفا جماعة حبيت نشكركم على اللي قدمتوه. عندي سؤال استاذ سعاد، حبيت نسألك في صورة عدم اتخاذ القوانين فيما يخص النصوص تطبيقية، شو يكون مصير الحكم المحلية؟ وسؤال الأستاذ بشير، حبيت نسألك، أنت حكيت عن الديمقراطية التشاركية كي هي عقلية، وبتعرف إحنا ما زلنا ما خذيناش العقلية هذه، حسب رأيك شنو هي الآليات والحلول
اللي باش ينجم المجتمع ككل ما يحكيش مجتمع مدني كامل باش يولي عنده روح لهذه. ميرسي. ناخذوا تدخل ثاني. سي محمد الهادي. شكرا. كل شيء. انا نستنى اليوم وجود الوزاره معنا. انا ملاحظه لعب سنين سنين أنا هذه مراعاه كل لحظه وان شاء الله نضبط عليها. الديمقراطيه التشاركيه تولي تحدث في الجلسات التمهيديه وتولي تقدم مقترحات مباشره. مش ساكنين ولايه مدينه فيستير، هذاك علاش. كيف في ولايه مدينه فيستير دونك شاد عليا كان العام سينيدر وعضو في برنامج تاع المجتمع المدني المون وطرف الاتحاد الاوروبي. حبيت نسأل السيد رئيس نيابة الخصوصية شنية المراحل اللي تعتمدوها في تشكيل المجتمع المدني كي يخذ تحت القرارات اللي هبطت في مشروع 2020 من رئاسة الحكومة واللي عنده بارنتاز المشروع هذا ما لقاوش في السيت تاع رئاسة الحكومة. دونك ما يخص تشكيل المجتمع المدني في القسم الثالث داخل العمود هي الفضائيات يعني المقابر وضحى الملاعب اكسترا. والنقطة الثانية ثمن ثمن القرار جاء مش في طور التنفيذ فيما يخص بوابة مدينة ستيل، وإن شاء الله نشوف عليها معطيات مفتوحة، وإحنا كجمعية زريبة إن شاء الله نشوف هذا مخدوم برمجيات حرة ودعم المواطنين وتشاركهم في نشر المعلومة على البوابة دي. يعطيك الصحة سي رمز. سي طاهر. فقط إشارة لأن بعدين مش نعمل تدخل الثانية في آخر اليوم، يعني ما نجمش تدخل توا من قبل شو اسمه، بعدين ينجم يقعد معنا ويشارك في آخر اليوم مش نعمل تدخلات ثانية. مرحبا بكم. طاهر بكاء من القطب المدني التابع لحقوق الإنسان. الحقيقة الملاحظة سريعة اللي حبيت نحكيها أن التحدي اليوم قدامنا في تونس تحدي مضاعف مرتين. المرة الأولانية في الثقافة التشاركية هذه اللي هي غريبة جدا، لأن موجودة لا في علاقات بالأسرة بالأسرة بين الأبو والولد، بين الرجل ومرته، في الإدارة في المصالح. كيفاش الثقافة التشاركية هذه قديش يلزمنا تكوين وقديش يلزمنا رسكلة من قبل ما نوصل المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات اللي ثقافة ما كانتش موجودة جملة قبل 14 جانفي. كل حاجة بداية. يعطيك الصحة، معناتها راهو شاطي كبير. والتحدي الثاني هي معركة الفصل السابع من الدستور. الباب السابع. الباب السابع من الدستور هذا المعركة الحقيقية راهي مازالت ما جاتش، مازالت ما بداتش. أنا واحد من الناس في الجهل والأمية بالعقلية التشاركية. مانيش شايف الحقيقة اللي هالباب هذايا باش يترجم، واللي خايف منه انه باش يكون المرحلة هذي لمرحلة التشريعات والخمس سنوات هذي اللي هي باش تصير وباش تترجم الباب السابع هذايا والفصل السابع هذايا بطبيعة الحال باش تخرج باش تفرخوا من محتواها، وما حناش باش نعيشوها الديمقراطية المحلية. مع كل الأسف خوفي كبير، ومانيش شايف الجلسة التنفيذية والمجالس البلدية هذه القديمة والحقيقة أما شو مطلوب منا صورة كبيرة المناصب هذي باش يكون دورها كبير برشا، نفاذ المعلومة، المؤشرات، ثقافة جديدة وكبيرة برشا. ربما أقول وكأنه وقع اختزال مشكل في قضية اتصالية في مسألة الإعلام. قال سعدي ربما المعلومة ما توصلش،
أتشرف ما بعد إلى مسألة الفكرة. نتصور أن المسألة أعمق من هذا. لأن قضية الإشكالية الموجودة بين عزوف بين الإدارة والمواطن وهذا العزوف اللي العديد من نيابات خصوصية هنا باش نعملوا معنا بعض الممثلين اللي عندهم تجربة كما سيهاجي في النيابة الخصوصية اللي مساجد سابقا. المسألة عامة. إذا كانت أصبحت مسألة عامة فإنه لا يمكن أن نتحدث عن ظاهرة اجتماعية كفينومين سوسيال. اللي ممكن نعطيه حتى أبعاد أعمق من هكذا يستوجب منا العديد من العمل من الدراسات والتعميق من قبل المختصين جمعيات المجتمع المدني من دورها مثلا مشكوك الدور هدايا وتعميق التفكير في هذا المجال مثلا جمعية أفرداد الأستاذة هدايا مثلا وشرعت في العمل هدايا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في حقوق الحريات المعهد العربي لحقوق الإنسان اللي جمعيات مختصة يمكن أن تعالج الموضوع بالعمق الذي نريده لأنه معناها وصلنا مرحلة أنه الإدارة البلدية وقفت أحيانا عاجزة كما أن المجتمع المدني بالرغم من توفر الأليات لديه لم يستطع أن يجد العلاقة مع هذه الإدارة. تصور بالملاحظة التشاروكية كمنهج سوسيولوجي هام يمكن أن نتصور المسألة في زوز وضعيات زوز سيتياسيون. الوضعية الأولى هي نظرة الداخل اللي مثل الإدارة والبلدية إلى الخارج. للأسف مش يوبليجي مش نقول منهجية كل داخل والخارج هذا فصل هذايا. نظرة الداخل للخارج اللي هو المجتمع المدني والمواطن والإعلام اللي هي تنبني ربما على شيء من الإجحاف وبين الفين الدونية. الإدارة تنظر إلى المجتمع المدني بأنه غير مؤهل بعد القيام بهذا الدور وهنا تنعقب مستر سي بشير لأنه نعرف جيدا أنه وجود الباسك برنامج دعم المجتمع المدني بالأساس هو في هذا السياق. ونسأله بعد هذه التجربة بسنتين تقريبا كيف ينظر إلى الإدارة أو كيف ينظر المجتمع المدني. نعرف أن هذا البرنامج كان موجه للإدارة في بدايته. والوضعية الثانية هي نظرة الخارج للداخل أي المجتمع المدني والإعلام والمواطن إلى الداخل هو الإدارة اللي هي بالأساس تقوم على انعدام الثقة. وضعية أولى فيها نظرة دونية لكن النظرة الأولى نظرة الداخل للخارج رأيتها أحيانا مثل من الموضوعية لأن الإدارة زعمت الحق إلى حد ما تعتبر أن المجتمع المدني أحيانا غير مؤهل لإمكانية تشريكه بعد. والوضعية الثانية هي نظرة فيها نوع من انعدام الثقة. مانيش في حال هنا فقط مداخلة سريعة. المثال مثال بتاع مرسى اللي قال عليه سي بشير وهو القرار اللي اصدر معناها من النيابة الخصوصية مش نقرا حتى فصل فقط فيه. بإيجاز. الفصل الأول أن الجزء الثالث نفقات التنمية من العمل الثاني ميزانية البلدية لسنة 2014 مفتوح على الميزانية التشاركية ويتولى المواطنون تحديد محتواها. الفصل الثاني تم ترسيم مبلغ قدره 555,228,000 دينار في الفصل كذلك الأخير. هذا مثال لبناء وإعادة هذه الفكرة على الأقل. هذا اللي نطمحون للكل حتى في بلدية المسكين نحب نخطب هذا كل انتباهي. إذا المسألة أعمق من هذا مسألة أنطولوجية ثقافية تاريخية تاريخية لابد من العمل عليها بعمق. ثم أعالج بسرعة فقط في مسألة الإعلام والتواصل. خلينا نحكي على محاولات تجربة بسيطة وأنا أمثل شبكة الجمعيات في قلعة قدرة كهيكل مدني والتجربة التي بدأ نخوضها مع النيابة الخصوصية بتاع القدرة معناها لافيني فاوروز عمل ذلك لكن يعرف مثلا سي بشير انه في البهو الاساسي بتاع البلدية على تبدو كامل مخصص الشبكة مثلا الندوة والورك شوب الذي وقع هناك ديجا وقع تعريفه في بهو البلدية مثلا. فكل ما يقترحه المجتمع المدني والجمعيات يقع بالتواصل مع الجنيه الخصوصيه مثال اخر. هذه اخر مراسله قامت بها شبكه الجمعيات موجوده على الصفحه بتاعنا. عنوان الموضوع السيد رئيس الجنيه الخصوصيه موضوع حول طلب شفعي قوانين المتابعه والمراقبه للجمعيات والمنظمات المستفيده من
التنميه العموميه. عامل فصل في المرسوم 802 جمعيات يسمح لنا بمراقبه ودعوه المجتمع الاداره الى المراقبه مثلا. وبناء على قوانين امر عدد 5308 قانون اساس ميزانيه الجمعيات المحليه قانون اساس 2011 نطلب من السلطه المحليه بان تفعل قوانين مراقبه الجمعيات. وما يحصل رغم المشاكل الكبيره التي تعانيها النيابات الخصوصيه فان الاداره وجدت سندا على كم عبد كان يخدم مرتاح هذه الخدمه اللي خدمتها في هذا البلد. ونحن في نفس الوقت كمجتمع مدني لقينا امكانيات تساعد العمل على مستوى الاختيار المواطن. اكيد هو الهدف بتاعنا الكل المجتمع المدني يكون شريك في العمل البلدي وفي صنع القرارات التي تصلح للبلد. التدخل القصير خارج مازال فما عمل تدخل غير واضح. ماشي بعد التجربه. البرنامج كان موجه الى الاداره على اساس الامكانيات الماديه وكذا. ثم وقع تحويله الى المجتمع المدني. هل وجدتم وانتم كنتم متاكدون منذ البدايه ان وجود ان الاداره في تونس لها تاهيل ما يسمح لها بالتواصل والبناء والتقدم على المواطن. ثم توجهتم نحو المجتمع المدني. اين وجدتم الخلل الاكثر ومن الذي يحتاج الى الاخر؟ مازال عندنا تدخلات نكملوهم وبعدين ناخذ توزيع البث من عند الساده ناخذ كوس كافيه وبعد طبعا عندنا سي هيكل واللي مازال عنده اسئله اخرى نخرج لما جاوبوا على الناس الكل بالطبيعة في اطار ديمقراطيه تشاوريه والناس الكل تشارك. سي هيكل بن عبد الله تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هيكل بن عبد الله استاذ لو سمحت ورئيس نائب خصوصيه سابق لمدينه بشكل من عرض على بعض النقاط اللي سمعتهم من قبل المنتقدين ليوضحوا من المعطيات. نحب نشير الى تركيز النيابات الخصوصيه. جاء تركيز النيابات الخصوصيه هو جاء في فتره ما بعد الثوره الاوروبيه بدات تركز النيابات الخصوصيه تعوير مجالس بلديه منتخبه والمجالس النيابيه المنتخبه هذه تم حلها اغلبها كلها مباشره بعد ثوره 14 جانفي. تركيز النيابات الخصوصيه في المدن التونسيه كان باليه الديمقراطيه التشاركيه لانه شكون اسسها النيابات الخصوصيه؟ شكون اقترح الاسماء بتاع النيابات الخصوصيه؟ هو المجتمع المدني والاحزاب والمنظمات اللي موجوده والممثله في تلك المدينه او في تلك البقعه الترابيه. وتعرف ان رئيس النيابه الخصوصيه في القانون بتاع النيابه الخصوصيه ويكون مستقل اي له اشعاع في المدينه بتاعه باش يكون عنده قيمه وعنده اذا اليه التصرف وكان الاستاذ يكون عنده اجماع مش اجماع ولكن اغلبيه يكونوا موافقين على ذلك الشخص اعضاء النيابه الخصوصيه اللي هم العدد بتاعهم محدود مقارنه بمجلس بلدي مثلا في تساكن مجلس بلدي 30 عضو لكن النيابه الخصوصيه بتاع تساكن هو 16 عضو فقط. وهذه نحب نوضح فقط حاجه هو ان النيابه الخصوصيه حسب القانون البلدي المنظم للعمل البلدي لها نفس الصلاحيات المجلس البلدي فقط هي معينه وليست منتخبه وهذا اثر نوعا ما على العمل نتاعها لان كثير من العراقيل وقت يجي مع مواطن تاخذ قرار معين يقول لك انت مش ما انتخبتكش انت معين عينتك السلطه عينك الوالي عينك كذا اذا الاليه هذه ممكن جد فيها بعض الاشكاليات اذا هذه بدايه اولى للديمقراطيه التشريعيه راها يعني من منظوري انه وقت تختار مجموعه تاع باش يسيروا المرفق العام هذا اذا هي اليه تشريعيه. بالنسبه للجلسه التمهيديه من موقع او من تجربه شخصيه في بلديتنا الجلسه التمهيديه مباشره بعد الثوره ونذكر اني اول جلسه تمهيديه اشرت عليها في ديسمبر 2011 كانت القاعه اكبر من القاعه هذه وكانت معبيه معناتها الاهالي الناس الكل جات موجودين علاش؟ على خاطر عندهم انه ما يعرفوش حاجه اسمها جلسه تمهيديه في العهد السابق. صحيح موجود اسم جلسه تمهيديه في القانون لكن ما يسمعها حتى حد ما يحضرها حتى حد على خاطر ما كانتش عندها حتى فاعليه بالنسبه لهم. وقت جات نيابه خصوصيه ممثله لاطياف المجتمع ولم حاضرين المواطنين واقترحوا ونذكر في الجلسه التمهيديه هذيك حتى اعضاء المقدم في البلديه والاداره البلديه اول جلسه تمهيديه حضروا فيها المواطنين هذوك الكليه. اذا هذا زاد شكل من اشكال انفتاح البلديه على المجتمع المدني وعلى المواطنين. بالنسبه للدستور التونسي استاذ ذكرت الباب
المحلية، وهذه بنعتبره أنه ثورة، ثورة في العام البلدي نظرا للصعوبات اللي اعترضها المجلس البلدي أو كان هي بخصوصية نتحدث على نفسي اللي هي المراقبة والاضطهاد، نقولها اضطهاد من سلطة الإشراف على المجلس البلدي على رئيس النيابة بخصوصية من طرف اللي هو السلطة الأولى المباشرة اللي هو الوالي، اللي هو وقت اللي نجي ونعمل جلسة احنا ونعمل قرارات بمشاركة مع المجتمع المدني ومع المواطنين ونمشيو القرار هذايا ويقع رفضه وارجاعه بأي تعلة كانت وحتى تدخل فيها التعليات الذاتية على أنه يشطيبها برئيس النيابة الخصوصية، ولي هذه مشكلة كبيرة تأثر على العمل البلدي وعلى هذا العمل. ثم نقاط باختصار في كمالة باختصار فقط هو أنه الانفتاح البلدية على المجتمع المدني وعلى المواطنين راه ما يطلبش دستور ويطلبش فصول في دستور، هذه ممارسة طبقناها كنيابات خصوصية ثورية جات من رحم الثورة وجات بتاع ناس عقلاء جاو وحبوا يخدموا البلاد، مهمهم الوحيد فقط خدمة البلاد، وقت اللي يجيو ويلقاو مشاريع تاع مجالس سابقة مسيسة في إطار معين وبعد جي ويجي النيابة الخصوصية تفتح باب البلدية من أجل نقاش ذلك المشروع وأخذ القرار المناسب، إذا كان رفضوه المواطنين يقع رفضه، فما قرار فما مشروع كبير في مساكن جاء في إطار معين وتم رفضه من طرف النيابة الخصوصية وتحملنا مسؤوليتنا في رفضه بالتشاركية برأي المواطنين اللي حضروا وكانوا رافضين لذلك المشروع واحنا مشينا في هذا الإطار. لكن هو المثال اللي نحبه نخطوه لكل المواطن يكون فاعل ويشارك في القرارات البلدية ويكون مساهم جدا. لكن عندك سؤال محدد؟ ما عنديش سؤال ولكن مجرد ملاحظات نجم الشرطة. هو مشروع سميت مركب تجاري في وسط مدينة المساكن، المشروع هذا لا يخضع لأي تنظيم حضري جلال مدينة المساكن وتم في إطار صفقة معينة مع مجلس بلدي، والمشروع هذا إنشاء عمارات معناتها عمارة أو مركب تجاري 10 طوابق في منطقة تعتبر النواة العتيقة لمدينة المساكن، وأنا أشوف التاريخ ونعرف ما معناها. يعني هل يقبل السلطة المحلية؟ الشركة هو اتفاقية، تعرف أستاذ أنه الاتفاقية ملزمة للبلدية، ولكن أنا باستشارة المواطنين في إطار محضر جلسة بمشاركة المواطنين تم رفض هذا المشروع واستغليت نقطة أو ثغرة قانونية هو قيمة المشروع لا تتلائم مع موقع الأرض، وأطلبت باختبار جديد لقيمة الأرض، والاختبار هذا وقع تعطيله، لكن المسؤول على إنجاز المشروع هي سنيت كل أسبوع تبعث لي غرامة أو تنبيه بغرامة تاع 30,000 دينار لإجباري على تنفيذ هذا المشروع، وأنا لم أكن موافقا على خلوني نقاش من بعد أخي سي خيري ولدي باختصار سي خيري عبدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اختصار حاول نشكر المحاضرين ونبدأ من دعم تونا بشير. نفترض جدلا كونيا ما نفهمش من بالي لغة الفرنسية. المداخلة بتاعي مداخلة قيمة ومداخلة أكاديمية. لكن لو كنت أنا ما نفهمش اللغة ما فهمش كوجوها مش كودا ما فهمش في كودا ربما عليك أن تحادث في هذه المسألة على مستواها المصطلحات التصحيح في مسألة الديمقراطية التشاركية قلت لي هي بدأت من سقوط حق برلين، نقول لك لا، تم على المستوى النظري تم مقاصفة الكتاب تم حصل سيد الدولة، أنا قلت على المستوى الواقعي خليك على المستوى الواقعي في ليبيا حبوا يطبقوها ونظرية الثورة الثالثة أو الطريق الثالث واللجان الشعبية وكذا، ما هي ديمقراطية تشاركية تنطلق من القاعدة لكن لم تكن ناجعة ولم تكن فاعلة، ونعرف النتيجة نتاع المنظر الكبير لهذه الديمقراطية. لأقول كون الديمقراطية التشاركية التي تنطلق من القاعدة لتصل إلى القمة وتعود بقرارات قاعدية، إذا لم تعد بقرارات قاعدية
إذا لم يؤخذ بعين الاعتبار هذه المداولات والحوار الذي لجم فهي تنتهي كما انتهى الوضع إليه في دين. السؤال الأخر، هل النصوص القانونية يمكن أن تنشئ ثقافة؟ هل يمكن أن نتحدث على مصطلح المثاقفة للفينومان دكتوراسيون من خلال إجراءات، من خلال ممارسات، من خلال منظومة نغير العقلية ونصنع الثقافة؟ انطلقت إلى سؤالي وأنا أعرفه شخصيا إنسان صادق ووار، وأريد أن يصدقنا القول، شنو العوائق الحقيقية؟ ثم ناس ما تحبش المنظومة التشاركية، ثم أصحاب مال ما يحبوش المنظومة التشاركية، ثم ناس مستفيدة من المنظومة القديمة، مستفيدة هي تنجح وتستفيد من خلق الفضاء الذي يصنع فيه القرار. وهذا غدو مش نلاحظوه، غدو مش نلبسوه. كيف يمكن أن نتعامل مع هؤلاء؟ شكرا. استسمحكم تي محمد عزي هو اللي اخر واحد كلمه شي شيخ تصل يعطي الاسئله بسرعه بسرعه. محمد عزي طالب هندسه واشت ريتشارد ديالي، عندي زوج اسئله بسرعه. في اطار البيانات المفتوحه، هل تستطيع النيابه الخصوصيه بالمستير انها تمد المحاضر الجلسات والقرارات اللي اتخذت في العهد البائد واللي تثبت في تفويت في الاملاك العامه تاع مدينه المستير في مدة 23 عام تقريبا؟ السؤال الثاني قانوني، يعني في الشأن غير راجع عن البلديات، الشأن الجهوي ما عرفش الطرق الجهوية بالذات السكك الحديدية، كيفاش تنجم تتجسد الديمقراطية التشاركية؟ المواطن شكون ينجم يتجسد في الحالات هذه؟ الشؤون اللي ما ترجعش البلدية. شكرا. توا نخرجوا ربع ساعة مستقبلا. بسم الله الرحمن الرحيم. جميع الوفاه للتربيه البشريه والاقتصاديه في المسير، كانت عندي تجربه في تكوين هذه او سعيت لتكوين هذه النيابه الخصوصيه، وكان ضروري النيابة الخصوصية هي في مرحلة انتقالية وما زالت في مرحلة انتقالية، والولاية في مرحلة انتقالية. طلعنا ناس وعطيناهم ثقتنا وما زالت عندنا ثقتنا، إلا أنه النيابة الخصوصية مش تعني فقط، انتخبنا برشا من الناس، فما اللي ما عادش موجود يساعد سعدي، فما اللي تحزب ورب يعينه، فما عدة أشياء، لكن حبايبي الولاية مش الوالي، انتهى دور الوالي، المعتمد مش المعتمد بتاع قبل، ورئيس البلدية مش رئيس البلدية بتاع قبل. علاش؟ لأنه ورث الإدارة ما وراء الوالي، ما وراء رئيس البلدية والإدارات اللي كانت موجودة هنا وما زالت موجودة وعندها ارتباطات ومصالح لا يقدر عليها رئيس البلدية الواحد. لذلك أمامنا في أن تكون الشفافية، الشفافية، وحتى نرجع إلى المواطنة أقوم بواجبي وأبطأ بحقوقي حسب ما أريد أن أعرضه على مدينتي. كان هدفنا في هذه البلدية أو ما زلنا نحن كون تكون برلمان للدين. إذا قلنا بالديمقراطية بالوكالة، ربما المسار الديمقراطي الحالي الوحيدة ديمقراطية اللي هي أقرب إلى ما اختيار المواطن هي انتخابات رئاسية. ربما لأن الانتخابات اللي صارت نتاع مجلس التأسيس اللي هو 3 ملايين وعندنا 8 ملايين ما صرفوش أو مسجلين ما همش موجودين، مجلس التأسيس حاليا
انتخبنا ألوان، انتخبنا ألوان، ما انتخبناش أشخاص. بفضل أنا نعرف شو نقول، مجلس الشعب ولا اللي هو مش مشكلة تسميات، أما انتخبنا ألوان والأحزاب انتخبت بالوكالة عليه. مش كل لون مش كل فهم. إذن الديمقراطية التشاركية الحقيقية تنبع من هنا، ويلزم يكون المجتمع المدني يكون عنده الثمانية مليون هذول المش ممثلين، يكون عنده من الضغط حتى قوانين البلدية اللي باش تصدر من مجلس الشعب تكون مش عن القوائم بل عن الأشخاص. وكنت ماشي عليه باللول حبيت نساعدوه ونساعدوه، قلنا راهو حقكم تنجموش تخدموا يسوا تخدموا تعملوا لجان، فما ناس مثقفين، فما ناس عندهم ذاكرة، فما ناس عندهم كفاءات، مدينة جامعية ما تساعدش البلدية وكأنه فما انفصال. إذا يلزم اللجان ذوي الاختصاص اللي هو من مهمتهم باش يساعدوا بلديتهم مش الهيئة، لأنه البلدية مش عليه. إذا تشريك المواطن يتطلب أخيرا يتطلب رد بالنا كونه ما نعملوش هالتقاسم هذايا في الولاء الحزبي في البلدية. يجب نختار الناس على كفاءتهم وعلى نظافتهم، وكذلك يجب يكون عندنا زاد مجلس آخر من الحكماء اللي يساعدوا هالبلدية. هذه هي التشاركية المواطنية اللي نحبوها، مش بالطريقة اللي مرت واللي ماهاش باش تحل لنا برشا مشاكل، لكن هي خطوة يلزمنا ندعموها. ما نشتروش 8 ملايين عندهم حق باش يشوفوا مصوتوش. إذا يلزمنا نرجعوا إلى القرارات اللي تنفذ من الأرض بكل حب. إذا نتهيأ نترقبوا شنو القوانين اللي باش تصدر من مجلس الشعب، وهل يوافقون هالقوانين هذه، وأنا سوف نعارضها لأن ما زلنا ما حطيناش ساقنا على الكاب بتاع الديمقراطية الحقيقية الدائمة اللي لولادنا والأجيال. يلزم الفرد يقوم بواجبه، يقوم في الدولاب على بعد ويختار الأفراد مش القوائم. وشكرا. سيجور لابروش سانتيفي دو ترافوي كما قلت لك ثم أكل علاقة الكونفيونس الفرجودة تبع بالإدارة والمجتمع المدني. إذا أنا المجتمع المدني نحب نسهل العلاقة مع الإدارة أكثر ما في كم تدخل في مضاف مع التوذية وكون الفاوضة بعد ما أبو تلابو أكثر ما خدمتي تنظيفة، أكثر ما خدمتي سيانتيفيك، أكثر ما خدمتي على ديبار سيانتيفيك كلير الادمينستراسيون ألا تسوزي لهم المجتمع الإدارة باش أكثر فأكثر تكون تصغيرية وتسمعني وتكون فما الثقافة اللي يصير. جوست أن بوان تخيز أمبورتان كيف نقول راه الديمقراطية التشاركية، راه الديمقراطية ماهيش فاعل صفر، c'est un attribut. Et ton apparatif, on ne peut pas faire ça. C'est des valeurs. Démocratie, on ne peut pas faire ça. C'est un attribut. Quand on dit la démocratie participative, c'est un attribut. C'est ça. La participation à une échelle rab, qui est un de ces démocraties, ou à ce moment-là, il y a des gens qui ont été confiés à l'école. ايش كنا نسمع في الفاديو ولا في التلاته ولي تكريس ايام الديمقراطيه وحق الانسان مشينا دهنا باب المدينه، ولي تكريس ايام الديمقراطيه وحق الانسان مشينا نظفنا التروتوار، ما تذكرتش الديمقراطيه وحق الانسان تنظيف التروتوار تعبيد الطرقات ولا تنظيف الشط. الديمقراطيه ماهيش فاعل، لا ديموكراسي سو ني با اون تكنولوجي. سي سيتي اون تكنولوجي رانا من الاف السنين رانا عرفنا كيفاش نعقلوها ونعملوها، سي دي فالور. La démocratie, c'est des valeurs. C'est un instrument d'action. C'est un instrument d'action. Et l'image de Nostradlo, pour la démocratie ne s'impose pas. Hein. Ne s'impose pas. La démocratie participative, ou telle que démocratie que ce soit, elle ne s'impose pas. Un pays peut s'imposer. Khalid, en parlé, elle peut s'imposer. On s'impose. Blair, elle s'impose. C'est ce qu'on appelle des injonctions républicaines sur les Jacobins. Il y a des régions en France qui ne voulaient pas faire partie de la France, mais si. La démocratie ne s'impose pas. C'est une culture. On la prend, on la prend pas. Vous voyez la question, on peut vous la faire sur Mayoun Doun aussi. Eh, mais l'air d'âge, bien, l'air d'âge.
نحن بحد حد ما مش حاسب مش حاسب كان لو يحنا دونك on va on la prend ensemble ou on la prend pas donc ça c'est très important mais أهم الآليات pour cette culture c'est le débat qui tient vraiment mon zoom le débat c'est une culture le débat c'est une culture عند أصول متاعه le débat عند أصول متاعه et qu'on doit avoir l'argumentation kif-kif. Donc, comme juste le stade, comme un comité, le genre de gens qui s'est assuré très mal, et le genre de l'homme. Et Napole, on est tous experts de notre situation, quel que soit notre bagage académique. On est tous experts. L'Ardèche, Malou, on est tous experts. Faire honte, ou faire chère inter, ou faire nage, ou faire dîme, ou faire le genre inter, on est tous experts. L'Ardèche, moi, je peux le genre de l'homme. On doit tous aller ensemble. Sachant que, elle est neige en partie, هات الدور فما كلمة تاع جورج بس هذا ياسر يقول شنو لا ريبوبليك سي لوداس اي لا كونفيونس لوداس دي ريبريزونطون اللي يمثل اللي يمثل هذاك اللي يمثل الشعب حياته كامله وهو يخمم كيفاش يبا اتر ايلو العام الجاي وخمس سنين تالي وعشر سنين تالي ماهوش باش يعمل حتى شيء يفو افوار دو لوداس سي فري كو لو ريبريزونطون يمثل لازم يكون عنده جرأه بشير القوانين pour réformer صعيب c'est très difficile de réformer مش مش ينجح ممكن ما يتعداش مرجع mais il doit réformer كي réforme avec l'audace fait naître une confiance ثقة ثقة من بين العباد نحن هون يهاب 30 ولا 40 قاعد ما نعرفوش معادنا si on n'avait pas de confiance qui vit au monde si on n'avait pas de confiance on n'avait pas de chose donc ma ثقة من بين العباد ما في ثقة من بين العباد تتكرس كيف ثقة من بين العباد والممثل L'audace et la confiance. Les représentants doivent avoir de l'audace. La société civile doit présenter aussi un travail qui soit accompagné. Mais on avance tous ensemble. L'administration, ça y est, j'arrive. L'administration Vanessa Balkany. Je rends hommage à l'administration tunisienne. على خاطر هذا بارتاجون في 11 ما قصش علينا من الضوء على خاطر هذا بارتاجون في 11 نجم نمشي معناتها البين نتاعي راه فما كونتر فو باش ما خدمت حتى ثلاثة سوايع بالنسبة اون رون اوماج ادمينستراسيون عندها مشاكل مالية تقنية اورجانيزاسيون اكسيتيرا يلفو توفي لي ديتي جو ليك باغ ان ترافاي كونسي دو لا سوسيتي سيفيل باش قلت لكم هذايا عام تربية 2015 هذايا عام تربية المجتمع المدني توا باش نقعدوا نسمعوا ونتعاملوا كان مع المجتمع المدني اللي مش باش عمل لي دوسيي مئات الاف تاع ان دوسيي سور كيلكو شوز عندي 100 متر نتاع ان بارك بوبليك جو سي كومون لو ترافايي سور ان دوسيي سيانتيفيكمون بيان الابوري سي كوم سا كون فا افونسي انسومبل لا كونفيونس او داس ايتيرا مي اوسي بريف من جماعات محليه جماعات محليه دا بوان دو فيلوسوفيك سو نيتي با دو لا ديموكراسي بارتيسيباتيف سي سكو ابل ميشيل ساندل اون injonction procédurale. À un moment donné, vous voyez quoi, les démocraties, mais c'est procédure. Pour la démocratie, mais c'est technologie. À un moment donné, dans les transitions démocratiques qui m'ont lâché la fille, il fallait faire une certaine procédure dès le général Mahalir ou dès le niveau de Kossoussé. Je finis, laisse-moi procéder. Allez, je vais sourire. C'est très simple. À la valeur, très important. C'est que, un, en matière de démocratie participative, il va falloir vraiment se réveiller de bonheur pour trouver des exemples concrets en arabe qui est marché. Il y a un an, 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 des exemples en démocratie participative, et il y a un an, 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 c'est un lexique, هذه اللغة محبة كون اللي تكتب باش المجتمع المدني يجم يقترب تمويل من الاتحاد الاوروبي ولا من اي ممول. دونك سي ان لكسيك اسويف في كنف تقويه قدرات المجتمع المدني اللي فريق سيت بريزونتاسيون سوا سوا اون فرونسي. بالنسبه للتاريخ جي باغي وقلت لك نجم نقعد نحكي سنوات على توكفيل وعلى نجم حتى نرجع حتى لجرامشي بارابور اون ريلاسيون بارتيسيباتيف سوسيتي سيفيل اكتور بوبليك. Les exemples concrets, méthodologiques, à quelles quatre étapes, ils ont été instaurés. La philosophie, la conception de l'outil, elles ont commencé à se faire dans les années 90. Sinon, je n'habite John Dewey, je n'habite les philosophes anglais et écossais du XVIIIe siècle, et je n'habite même avant la Révolution. Vous avez cité Marat Ansari, votre femme, Marie, son coach, ما تحبش الديمقراطيه التشاركيه قلت لكم كيف في اخر مطاف سيت اون كولتور يا ما باش ناخذوها يا ما في الدوريش
Il y a la contre-pensée, et ce matin, comme la théorie des élitistes. Femme à l'aise, elle dit le hukm est un bourgeoisie ou l'aristocratie. C'est un moyen de voir le monde. À nous de voir ce qu'on veut, la démocratie participative ou la démocratie ou le courant élitiste. Voilà. عرض لها زميلي سي بشير بوراوي على في اطار رد على اللغه الفرنسيه صحيح على خاطر الديمقراطيه التشاركيه قلت لكم راهي مازالت حديثه حتى على المستوى الاوروبي واغلب المراجع باللغه الفرنسيه لكن حاليا ساعين نحن نجوم في الابحاث نتاعنا في اطروحات الدكتوراه نتاعنا خاصه في كليه الحقوق مخصوصه ممتنعين على ان نقوموا بالابحاث هذه ورسائل الدكتوراه باللغه الفرنسيه على خاطر نحب نتمنكم الديمقراطيه التشاركيه ونحب نظهر ونكتب حاجه تكون بعض احنا وملكنا احنا ونتاعنا احنا. هذه ملاحظة فيما يتعلق بملاحظة للسيد اللي اشار وحقيقة وعطينا يعني نظرة تشاؤمية على الديمقراطية التشاركية وكيفاش باش نطبقوها ومعناش ثقافة والصورة المحلية ما تقبلش وكل نحن تقريبا من الصباح يعني ممكن دورة حاطين على الصورة المحلية والسلطة المحلية ما تقبلش والناس متخوفة لكن زاد في حقيقة الأمر يلزمنا نلوم على روحنا شوية نطلقوا بالنقد مباشرة. علاش؟ على خاطر المواطن زاد هو في حد ذاته هو ممتنع عن المشاركة، كي هو في الانتخابات الوطنية، يعني في الانتخابات الوطنية الرئاسية ولا التشريعية، فما ظاهرة كبيرة نتاع عزوف عن المشاركة في الانتخابات خاصة من الشباب اللي هو قام بالثورة نتاعه، والشباب هذايا اللي في دستور 27 جانفي في 2014 في فصل 8 يقول لك راك قوة فاعلة في المجتمع، وراك في الجامعات المحلية المجالس التمثيلية لازمك تكون ممثل، أنت والمرأة كيف كيف؟ عن المشاركة في الانتخابات، يعني الانتخابات كما الانتخابات يعني موعد نتاع ساعة نتاع عام حد أو حاجة نتاع ساعة نتاع إجراء ما يدومش يعني 5-10 دقائق، فما بالك باش يمشي ويتوجه للسلطة المحلية وباش يقدم مطلب ويقترح ويحضر في جلسة، دونك في حقيقة الأمر راهو المسؤولية مشتركة ما بين المواطن لازم ينطلق بروحه ويسعى للمشاركة ويفتك الحقوق نتاعه هو مواطن باش مواطن، لازم ينتخب ولازم يكون يعني فاعل ايجابي كما ذكر الاستاذ الصباح ولازم نقترح وننتخب ونشارك ونتبع السلطه المحليه نتاعي فيما بعد على المستوى الوطني وعلى المستوى الجمهوري. هذه الملاحظه الاولى. بالنسبه للسؤال الثاني الان سالت على الباب السابع دونك في صوره ما تمش يعني اصدار النصوص التطبيقيه للباب السابع علاش شنو مش يكون مصير آليات الديمقراطية التشاركية والحاكمة المفتوحة. نقول لك فما ضمانات، ضمانة أنه أول حاجة تم تكريسها على مستوى الدستور، نقول على مستوى الدستور يعني عاجلاً أم آجلاً باش يتم إصدار النصوص التطبيقية، المشكلة مش يبقى، يبقى في إرادة السلطة السياسية، الأحزاب السياسية الفائزة مدى إرادتها في حقيقة الأمر يعني إصدار النصوص التطبيقية، توا نعرف فما يعني أرسنال كامل يعني شانت كبير نتاع نصوص تشريعية أمام المجلس يعني المجلس النواب والشعب، دونك فما أولويات كبيرة قانون الإرهاب، فما قوانين أخرى، أما نحن يعني من المنظور القانوني يلزمنا في حقيقة الأمر نتسرعوا بإصدار القوانين المطبقة الباب السابع ونطبقوا بالقانون المتعلق بالانتخابات المحلية. بالنسبة للأنسة فيما يتعلق بسؤال الأخ طارق يتعلق بماذا فيما يتعلق ب يعني الوثائق اللي تم بمقتضاها التفويت في أملاك عمومية في السابق يعني في العهد عند النظام السابق. وهنا عندكم مرسوم تاع 2011 كما أشرت من الصباح يتعلق بالنفاذ إلى المعلومة. المرسوم هذاك افتقر مختلف الفصول نتاعه يقول لك عندك الحق تتوجه للسلطة المحلية وقد منها مطلوب تعطيك كل الوثائق وترجع بك حتى للأرشيف، مش هكاك برك، حتى إذا كان السلطة المحلية امتنعت على أنها تعطيك الوثائق هذه عندك الحق تقوم، دونك هي أول حاجة إذا كان امتنعت لازمها عندها واجب التعليق، حتى السلطة المحلية ما تنجمش تعطي كل الوثائق، فما وثائق شخصية وحماية حقوق شخصية من الحريات دونك المحمية، إذا كان خارج الاستثناءات بالقانون عندك الحق باش تقوم بدعوى امام القضاء بالسلطه المحليه، دونك فما ضمانات باش تحصل على الوثائق القديمه. فما ايضا في الجزء الثاني تاع السؤال بتاعك يتعلق ماذا بالنسبه للمناطق الخارج البلديه، يعني كيفاش نجموا نشاركوا؟ صحيح نحن في التراب التونسي نعرفوا فقط 50% من التراب التونسي كوموناليزي، يعني 50% فقط
من الجمهورية التونسية يشملها التنظيم البلدي، 50% أخرى ما يشملهاش التنظيم البلدي. دونك تسألوني هنا كيفاش نحن المواطنين اللي خارج مناطق بلدية كيفاش باش يشاركوا في الديمقراطية التشاركية؟ دونك أول حاجة دستور دونك يطمنا أنه تعميم المجالس البلدية على كامل التراب الجمهورية التونسية، يعني من هنا فصاعد باش تنظم في كل منطقة باش توفر فيها شروط قانونية خاطر فما عدد سكان معين فما ساعة ترابية معينة. توفر الشرطة هذايا باش يتم إرسال هيكل بلدي. لكن حاجة أخرى، ما عندكش بلدية حاليا تنجم تشارك في إطار المجلس الجمهوري على خاطر المناطق غير البلدية شكون ينظمها وشكون يهتم بالشؤون نتاعها هو المجلس الجمهوري. فما نقطة فقط، فما المجالس القروية، المجالس القروية بقانون 89 هي مجالس توجد خارج المناطق البلدية لكن دورها فقط استشاري ما دخلتش القرار. دونك وحتى التجربة أثبتت يعني عدم نجاح التجربة هذه. دونك ما تشاركش على المستوى البلدي، تشارك على المستوى الجهوي، تمشي مباشرة للإعلام تقريبا. هذا ما هو دونك الأسئلة اللي تم توجهها لي. يا أستاذة تصحيح لو تسمح ربي سعيد، البلدية اللي فيها قبلها كانت عندها بلدية وكانت اسمها جمعية القرى، وهي معناها مثال رائع في الديمقراطية التشاركية، كنا جمعيات كانت تساعد البلاد وبنات السبيطارات وبنات المدارس وقامت بمشاكل الناس. دونك ما خليناش ما نحرقوش إلى الغرب أكثر من لازم، نغوصوا شوية في حضارتنا ونشوفوا القيم اللي كانت تمشي هالمدينة هذه مقارنة بما احنا عليه. دونك عندنا في حضارتنا، لا حبيت نزيدكم، في حضارتنا عندنا من الأمثلة ما يكفي باش نجم نبني عليها كشباب. وانا قلت من عسكري تستخدموا سواء هذا النقاط. ونحن كنا حاضرين لنا مواطنون. هو سؤال في مخي، لماذا في المجالس التمهيدية احنا ما نعرفوش؟ احنا نجيو معناها كي نلقاو نعام وتشاركية ونقاش أنا موجودين بعدد محترم بمستوى راقي من النقاش الذي أفتقده في الجلسات التمهيدية والتي هي مخصصة لصنع القرار البلدي. اليوم اللقاء تاعنا هو تثقيفي تحسيسي قانوني، ولكن في اللقاءات تصنع فيها القرارات البلدية مستوى هذا الحضور من حيث العدد ومن حيث القيمة نفتقده. ربما يمكن جاء خطر الأستاذ هنا في كل حالات. وأريد أن نبدأ التعليق متاعي من تساؤل، هل النصوص القانونية يمكن أن تحدث الثقافة التشاركية اللي نبحث عنها؟ وهذا سؤال مفصلي ومهم باش نقدم، لأنه اعتقادي أنه حتى بالدستور 2002 بالقانون الأساسي للبلديات في تأويل للقانون الأساسي للبلديات هذه التشاركية المفروض موجودة من خلال المشاركة في اللجان، من خلال مشاركة مجلسات تمهيدية، يعني حق الابتلاع على مداولات المجلس البلدي مضمون قبل مرسوم 2011 اللي هو حق نفاذ المعلومة بالقانون الأساسي للبلديات، لكل مواطن حق الابتلاع على مداولات المجلس البلدي من حق بالقانون الأساسي القديم نتاع البلديات، من حق أي مواطن باش يجي ويطلب دفتر المداولات ويطلع. يعني الحقيقة ولا هنا هو يعني مش خوفي على فشل التجربة هذه، ولكن فما خوف والحق وصحيح، وأن التجربة هذه نختزلوها في شعارها بلدية المرسى خصم 200,000 دينار لبرنامج تشاركي تاع تنمية العموم. هذا طيب، وبقية ميزانية التنمية كيف تم توزيعها؟ يعني ترى رئيس بلدية واحد وقال ما يعمل بها هكا وهكا 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 كذلك، معناها نقرا بالسؤال يعني. ومفروض ميزانية التنمية كلها تاع البلدية تصرف حسب ما
التشاركيه حسب الرؤيه التشاركيه حسب حاجيه معايا الرؤيه التشاركيه يعني حسب حاجيه المواطن وطلبات المواطن وطلبات المدينه هي إيه انه نمشي كيصرفنا 200 مليون في التشاركيه وبقيت ميزانيه التنميه ما نزل عليها زاد كيفاش تصرفت باش ما تكونش راهو هذوما خاطر احنا عندنا مشكله تاع شعارات راهو في معناش مشكله تاع قوانين يعني اعتقد في تونس ما عندناش مشكلة تاع قوانين قد ما عندنا مشكلة تاع تطبيق القانون. القانون موجود قبل 14 جامعة. موجود لا يضمن مشاركة المواطن ولكن المواطن ما يشاركش. ولهنا لابد باش نقولوا علاش ما يشاركش. كيما لخصتها في فما أزمة كثيرة. فما أزمة في العلاقة ما بين المواطن ومؤسسات الدولة. اليوم يعني معناها نلقى روحي اليوم في لقاء كيما هكا فما رياحية في الوجود نتاعي لا فما معناها شيء ملاحظات من اليمين ومن اليسار مباشرة أو غير مباشرة في خصوص تصرفي في الشأن العام ولكن هذا ما يلحق الجديد بالعكس قالوا في رياحية وقابلوا وطالبوا ما تنساوش طالب يعني طالب باش تكون فما يعني هذا هو اللي باش نجم انت مع مجلس بلدي اذا في نقاش اذا في توجيه قرار هو انطلاقا هذه الملاحظات اللي تجيك من اليمين ومن اليسار انت حتى اذا كان ماكش فاهم عندك تنجم تفاهم معك وهذا قلت لك كيفاش تفاعل التفاعل هذا الغياب نتاعو بالنسبه لي اعتقد وانه الاليات الا موجوده اليات قاصره عن ضمان هذا التواصل وهذا علاش نرجعوا 139 من الدستور ونقول وعندهم التشريع باش يحط اليات الديمقراطيه التشاركيه لابد باش تكون اليات تاخذ بعين الاعتبار خصوصيه المجتمع تاعنا الواقع تاعنا اليوم اذا نرجعوا نفس الاليات هكا عندنا جلسه تمهيديه اجاها وعلق بوندرول في مش حتى ورقه صغيره هذا كان علق بوندرول الناس مش قاعد علق هكا في الرطوان هكا هو علق بوندرول الناس مش تقدر لهنا لابد فما الى قناه المستهدف لابد اعتقد ان دور الصحافه المحليه البوابات الالكترونيه التلفزه المحليه ربما هذوما الوسائل الا لابد باش يكونوا موجودين على مستوى محلي لانه يعني دور ثقافتنا تمشي اكثر للمرئي وللفرشه اكثر منها باش نقرا وباش نرجع للاساسي ولابد حتى الصحافه المحليه والبوابات الالكترونيه لابد باش تخص ولو فيها مواقع للتثقيف راهو عندنا على المشكلة ما يزيدش نعشمو تقولوا عندنا مشكلة نتاع ثقافة سواء قانونية أو محلية ولا تحب أنت عندنا مشكلة نتاع ثقافة ما يزيدش نعشمو تنحبوا باش نقدم لأنه منشور 2011 حق نفاذ المعلومة ما عندناش إحصائيات رسمية ولكن قداش من 2011 لليوم قداش من واحد استعملوا قداش من واحد مارس حقه في المعلومة تبقى منشور مرسوم 2011 عملنا المرسوم وفي تطبيق أموا على مستوى بلدية تسير ما جا حتى حد قال استناد على منشور 2011 بحق المعلومه طلب الوثيقه الفلانيه. يعني شنو اللي فوق بحق البلديه وجي ناخذ الوثائق تحب بالك. وعلى ضدك هو من القانون من 79 من القانون الاساسي بتاع البلديه هو على ضدك. عليها خطر عليها برشا. شوف انا نعطيك ديما نقيس لك على المستوى الا مارست كويس. انا مارست حتى لليوم ما لقيتش واحد جاء قال تطبيقا للمرسوم المنظم اللي بحق نفاذ المعلومه حاجتك الدكتور الفلاني هي ربما الناس ما تعرفوش نسلوا التشريع ولكن ما فماش ثقافه ما فماش توعيه ما فماش اعلام به ما فماش حساس قانوني ولا هنا عندنا اذاعه محليه لا معلش معلش إذا على حالي هذيك مش نحاول نرجع لنا سي علي راه لازم يكون حتى مثال تاع هيك على بوك يدور في الكوزينه راه عادي جدا معناتها هي مستند ليها ونورمال كان غدور تقول فما راهو شغل نعشا عادي اكسترا سي تو تافي كلاسيك معناتها ستانوتي باغي تون دوت ولا اعملوا ربما نرجعوا ماني متكامل هي ربما نرجعوا اذا كان احنا باش نبقاو عازفين على القراءه نقعدوا عازفين على القراءه نقعدوا عازفين على المكبسه العام ربما نرجعوا نعملوا البوق اللي يدور في البلاد ولا الاعلام فما قانون فلاني وقت يقطعوا عليا تبعثهم للجمعيات تبعثهم في دليل
سريع كمل الديزه بشويه بشويه بدها الديزه برضه كمل وهي عطاك واقع عطاك انزال انا مش كنت اخاف التواصل نكمل في كلمتين اعتقد وانه على الاذاعه المحليه بتاعنا اليوم اذاعه مستير خصص برامج تكاد تكون يوميه للشان المحلي والشان البلدي ولكن شو تلقى فيها البرامج هذه؟ ماني داني مثلا في برامج كيما هيك يكون فما دور بتاع تحسيس وبتاع اعلام وبتاع تثقيف لابد باش نلعبوه اذا باش عن طريق الصحافه المحليه او باش نركزوا علاقه وكان السيدانيه عيد ايه ما مش بين الناس مش بين الناس يعني ما نعتقدش يفهم شيء مفهوم ما يحبش ينجح في المسؤوليه بتاعته تتبقى النجم ينجح ما نجمش هذا كل لابد باش تكون معلومه من الجميع عمل صديقنا ملاحظة على مدينة مستير قال استغربوا حالة مدينة مستير نقول لك راهو ما فهمش علاش باش تستغرب حالة بلدية مستير لأنه وهذا ربما المشكلة بتاع معلومة يعني أنت بلدية مستير مدينة مستير مستير ولا شنيا وبرقيب ولا شكون وبديت ومختتوش بشنو قداش ميزانيتها بلدية مستير عام 2010 وقت ما دخلنا للبلدية ميزانية بلدية مستير لا تتجاوز 8 مليارات 8 مليون دينار 8 مليون دينار ماذا يخصص منها للتنمية بعد طرح المصاريف للتسيير اليومية والأجور و تبقى عندك مخطط استثماري على 5 سنوات قيمته المالية ما يوصلش ل 3 مليارات إذا نعتقدوا احنا بثلاثة مليارات معناها فلور لتنمية مدينة مستير قادرين باش نراو مستير في الشطر اللي نتمناوه رحنا ما احناش قادرين ما نحبوش ما فماش إمكانيات ونرجع لابد لهنا إحدى الجمعيات تفتح ملف ويوم دراسي حول تمويل الجماعات المحلية ما قبل وفي ظل القوانين الجديدة اللي نعملوا فيها يعني من غير قوانين جديدة اللي نعملوا فيها هي قوانين جديدة لتفكير الجماعات المحلية وعن نحكيه على حكم محلية وتدريب محليات ومن الجانب التشريعي نجبدوا في الميثاق من المحليات ونحصلوا في الفلوس ونقولوا رانا ندعموا في المحليات مش صحيح راهو هذا تعديل شعار نخدموا بها وما فماش الوحدة هذه إذا الحمد والحق نحلوا ملف الجبال المحلية ونحلوا ملف التمويل الجماعات المحلية ووقتها تونا اليوم نحكيه على التنمية ونحاسبوا البلدية أما راه بزوز مليارات 3 مليارات مخطط استثماري في مدينة مستير لا يمكن أن نطمح كثيرا لما أحسن من الوجود فما شكون الجنبي وخرج فما شكون عوائق ديما نقول عوائق ثقافية عقلية فما انت فما صراع في كل في اي مجال صراعات كيف تدير الصراع العقل الاكبر هو انك تدير صراع ب معناها وسائل الا فما عقليه بوسائل للاسف لازم نقول منحطه على غالب هذا الوجود ساعات نتيحوا في المستوى بتاع الصراعات بتاعنا لوسائل منحطه ان شاء الله نتجاوز هذا وان شاء الله تبقى صراعات مترتقه شكرا حتى كي نتصرفوا في مستوى شكرا سعيد. احنا كملنا الاستاذ الوليني تاع اليوم بتاعنا باش نعملوا كوز كافيه صغيره ربع ساعه وبعدين نرجعوا في اليوم الثاني باش نقدموا فيها تجارب بالبيانات المفتوحه والحق المرشحات.